بنستخدم S30، بنجيب الموديل بنحط عليها إضاءات، بنعطيها أفكتات وإضاءات بحيث أنه يطلع الفيديو احترافي بشكل أكثر من أنه أنك بس حركة بالجيمبل. بنطفي النور حتى نعطي نتعامل مع الإضاءة، نستخدم بس إضاءة واحدة الحين قاعدين نشوف ونشوف شو اللي يطلع معنا الحين. ممكن تقربين زوم شوي نشوفين زوم زيادة. We have only one side، عندنا one side. طيب أوكي، لاحظوا أنه حنا لما نتعامل بالإضاءة نتعامل with the reflection on the body or in the face or on the eyes. لما نتعامل بالإضاءة لازم ناخذ احتياطاتنا عن الإضاءة، كيف طايحة على الكتف من الجهة هذه، كيف نازلة متساوية بين الوجه. حتى حنا لما نصور ده بناخذ الوايت بالانس حقنا. الآن عندنا الموديل مع المكياج والإفكت اللي موجود عليه على وجهها من الإضاءات، فبنحطها مور وورم، نبي نخليها دافي زيادة حتى يطلع الفيديو جولد أكثر. سو أباخذ لفة 360 درجة حوالين الموديل، وبنصور بالجيمبل بالزد 6. أنا الحين أستخدم الزد 6، معي الزد 6 بالفيديو، خيالية الزد 6. يسأل زاري يقول ليش لا أستخدم الزد 6؟ لأن بالفيديو شيء مو طبيعي الزد 6، أنا أعشق الزد 6 للفيديو. طيب حنا الآن عندنا الإعدادات 1/60 حتى العدسة F13، الآيزو 1600 آيزو. الآن بناخذ فيديو بسيط، لو تلاحظون أنه فيه انكسار أو إضاءة في الخلفية فوق هنا نازلة على الطرف الشعر من وراء، هذا اللي بنستخدم الحين. نستخدم طيب الحين عندنا الايزو ايضا على 6000، عفوا الوايت بالانس على 6000 كلفن حتى نعطي اللوك الذهبي. باخذ لفه حوالين الموديل، باخذ لفه 360 درجه حوالين الموديل. باخذ لقطة ثانية، بحاول اخذ زوم ان زوم اوت بنفس العدسة سريعة. ايه الحين بنخلي الموديل تعطينا لفة بسيطة كذا. ايوه طلعي العدسة وانت تلفين. ايوه لفي بعد. اوكي طيب تمام، الحين اخذنا باخذ لقطه واحده بس من هنا، وبحاول اقرب وارجع كانها زوم اوت كانها زوم ان. طيب باخذ زوم ان وانت تكملين اللفه. اوكي يلا كملي اللفه. لا لفي من الجهه الثانيه، بقرب. لفي اسرع اسرع اسرع. لفيت طالعين. ايوه تمام. الحين حنا أنا أخذت تقريبا 3-4 فيديوهات، هذه كمونتاج، لكن الفكرة حوالين الفيديو هذا هو التعامل بالإضاءة.